يخص البادرة الوطنية ولله الحمد يعني هذا معرض الصور اللي كيتعلق بصور المسيرة الخضراء المظفرة، هي بادرة جد طيبة من أجل توعية الجيل الصاعد اللي جاي باش يعرفوا أن المعاناة اللي عانوها الناس القدماء في إعادة الأقاليم الصحراوية، وهذه بادرة طيبة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يعني باش الرأي العام والشأن المحلي يعرف المعاناة اللي عانوها. كي قلت لك قبيلة كي قلت لك المعاناة اللي عانوها القدماء ديالنا، والحمد لله هنا كيبين بأن كاين واحد التكافؤ شعبوي بين الشعوب بين المدن الأقاليم الصحراوية ولكذا الأقاليم الداخلية، وكلنا يد واحدة، ونتمنوا التوفيق ونتمنوا أن الجيل الصاعد يستوعب هذه الصور. بالصدفة مررت من هنا إذن فإذا بي أتفاجأ بهذه الأيقونة بهذا الرمز التاريخي الذي أرخ بطولات المغرب وأرخ بطولات الحسن الثاني رحمه الله على بماء من الذهب. إذن حدث المسيرة الخضراء هو مفخرة كل مغربي، المسيرة الخضراء هو مفخرته، هو رمزه، هو مجد كل مغربي من طنجة إلى القويرة. إذن نحن في كل سنة نرتدي حلة جديدة ونرتدي ونعانق التاريخ المجيد، نعانق التاريخ التليد، نعانق الحكمة والسياسة الرصينة للمغفور له الحسن الثاني رحمه الله، نعانق وقفة المغاربة كرجل، وقفة رجل واحد لاسترجاع الأقاليم الصحراوية ولاسترجاع الصحراء المغربية. يعني 47 سنة كي قلت لك دابا قلت لك يعني الجيل الصاعد، أما احنا كجيل هذا كنا صغار ما كنتذكروش، وإنما والدينا وجدودنا هما اللي عطاونا معلومات على هذه المسيرة وتابعنا الأحداث في الإذاعات وكذلك المنابر. غير واحد الميساج هو بالنسبة لهذا الجيل الصاعد أنه يتم بالقضايا الشأن المحلي ديالو كالتاريخ مثلا كاسترجاع الصحراء، المعاناة اللي عانوها، وحضور المرأة راه كان حاضر، مع العلم أن واحد الوقيتة كنا كنقصيو المرأة مسكينة، ولكن هي كانت كتلعب دور حساس في العناية الصحية، لا في العناية من جميع المراحل. وأنا كامرأة إذا أقف مزهوة بنفسي ومفتخرة وأنا أشاهد مشاركة المرأة المغربية والعصرية والمرأة المغربية في كل أنحاء المغرب في هذا الحدث العظيم، الحدث التاريخي الذي يؤرخ فعلا والذي يؤرخ فعلا تاريخ المغرب، وسيظل في ذاكرة التاريخ وستتعاقبه الأجيال وتتوارثه الأجيال أبا عن جد إلى أن تقوم الساعة. إذن نعيش بهذا التاريخ، تاريخ المجد وتاريخ البطولات.